غوجارت في غرب الهند هي موطن لأكثر من 20,000 من السيديز، وهي مجموعة عرقية من أصل أفريقي. وعلى الرغم من ابتعادهم عن موطن أجدادهم، إلا أنهم لا يزالون يعتزون بتقاليدهم. عمران هو سدي سليل شعب البانتو من جنوب شرق أفريقيا. يعتقد أن أجداده جاءوا أصلا من أوغندا، وهو الآن يعيش في قرية صغيرة تسمى جامبور مع والدته وجدته. القرية محاطة بغابة الجير، آخر معقل ل500 من الأسود الآسيوية المتبقية في العالم. في القرون الماضية أبحر الأفارقة من إثيوبيا وإريتريا والصومال إلى شبه القارة الهندية كتجار، في حين جلب الآخرين كعبيد. ويقول سديز بأنهم كانوا نخبة العبيد الذين يخدمون الطبقة الحاكمة. ودشنت الأمم المتحدة مؤخراً معرضاً للتوعية بارتفاع السديين إلى مراكز السلطة من خلال مركزهم العسكري، ولقد أنشأوا ولايات سدية أميرية وشغلوا مناصب الملوك بأنفسهم، وهذه حقيقة معروفة قليلاً في العالم. واليوم الحياة لآلاف من السديز مثل عمران أبعد ما تكون عن الرفاه، ويعيش معظمهم على هامش مجتمع في فقر مدقع. ولحسن الحظ عمران قادر على توفير المعيشة لنفسه عن طريق الرقص، وعندما لا يرقص فإنه يعمل كدليل في غابة الجير. जैसे हम लोगों को पता रहता है कि लायन कब डेंजर में होता है, उसका हाव-भाव कैसा है, वो सब देखना पड़ता है कि जहाँ जहाँ हम लोग हैं वहाँ लायन है ही, मगर उसको क्या है कि हम लोग परेशान नहीं करते, कि हम लोगों का जो परिवार है उसको परेशान नहीं करता, घर जैसा माहौल रहता है। وعندما سئلوا عن بلدهم الأصلي قال السديز بأنهم يعتبرون أنفسهم من الشعب الهندي. फिर भी अपना देश हिंदुस्तान है, इधर ही जीना और इधर ही मरना है। Thank you.